نشكر حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله على دعم التعليم بمختلف مكوناته وأبعاده، عام وعالي وأيضا إلكتروني. التعليم الإلكتروني يعتبر من النماذج اللي تعتبر نماذج معتبرة اللي تحقق المستهدف منها من تطوير مخرجات ذات جودة عالية. الاقتصاد الوطني والموارد البشرية بحاجة إلى التركيز، وبحاجة أيضا إلى أنه يقوم المركز بدوره كاملا في عملية حوكمة وإدارة وتنظيم عمليات التعليم الإلكتروني. اليوم يعتبر يعني أنا أعتقد باكورة التدشين الحقيقي للمركز. إن شاء الله يكون هذا اجتماع موفق، ونسهل ونيسر لمدير المركز والناس اللي موجودة فيه إن شاء الله القيام بمهمتهم في خدمة أبنائنا وبناتنا في الرفع من مستوى معارفهم ومهاراتهم ليكونوا مؤهلين أكثر لسوق عمل متطور ومتغير.